الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمانان برس خداي جود سبحانه وتعالى كاتي كمروفي خلق كرديا وأوشي لبودانا وكل دنيا دا تاقي أكريتوا تسبا خوش يكان وتسبنا خوش يكان تاقي كرنوي خدا سبحانه وتعالى وأو محنة بلاني كدين السرمروف سنتي شي خداين بو اوي حقيقة راس يكان لنا وناخي مروفو لنا يومروف كان دا بديار بكويت بلان بوا تاينا اوي كرو ادات تنهاو تنها تفسيري قدرو كارساتو بلاي اسماني لبو بكريت اوي كرو ادا لقدري قشتي خوادر ناسي سبحانه وتعالى بلان لهمان كات كم ترخمي وتقصيري مروف كان اجدر ابريت كسر هات لاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام هات لاي لدرقاكي وشتركي خوي بزيهشتو هات جوري وتي توكلو بجبسنن بسر خداك دي سبحانه وتعالى والان بيغمبر عليه الصلاة والسلام بي فرمو برو وشتركت ببستوا اوزة توكلو بجبسنن بك بسر خوا سبحانه وتعالى اگر نيبستيوا اروات اگر نيبستيوا ابردريت اگر تار سری چی نکی حالت اگر سر رو ادا او کد مانای او نیه بسر خودی توکل و پش بس نکت بسر خدا سبحانه و تعالی باسی بکی و توشی قدری بکی بوی لقدر گشت یک در ناسی بلام تقصیری و کم ترخمی مرو و کشی که دا بدیار اکویت بوی خوای گور سبحانه و تعالی زور زار مروف تاقی اکاتو ببرسیتی بو اوی هزبکا بو کسانی که برسین کاتی کتیر ابی تاقی اکریتو بتوینیتی او کاتی کتیر او ابی هز اکا او کسانی کتوینین لتنا خوش یک دان او کاتی کن خوش اکوید تاک ابی تو او کسانی کن خوشن هز بکا به ایش و آزاریان و دست یارمتیان لبودریش بکا او کاتی مروف توشی محنتی در بدریو بزیهشتنی ولاتو شوینی خوی ابی او کات قیمتی بهای ولاتو نومالو مندالو شوینی خوی ازانی او کاتی کمروف توشی تاریچی ابی او کات قیمتو بهای روناچی ازانی بوی هر کاتی مروف لهمو خوشیکانا ابی اونده بدرستی ماملی لگر بکا اگر هاتو توشی ناخوشیکانیش بخوای گوره سبحانه و تعالی بهانای و بی او نیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمه تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة افرمه لو کاتی که لخوشی دای خواب ناسا خواله یاد مکه بو اوی اوکاتی که توشی نخوشی بی خوای گور سبحانه و تعالی بهانو بیارمتی تو بید بو خوای گور سبحانه و تعالی مروف تاقی اکاتو بخوشی و نخوشی کن بلا مروف ابی لکاتی نخوشی دا صبر بگری لکاتی خوشی کنیش دا سپاسگزار و شکرانه نعمتو بخشکانی خواب که سبحانه و تعالی او نی خوای گور افرمه وبلوناهم بالحسنات والسيئات افرمي اي ممرو وكان بخوشي بنا خوشي تاقي اكينوا وسوين دي لسر اخوا كمرو وكان تاقي اكات وافرمي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات افرمي سوين بپروردگار مرو وكان تاقي اكرينوا لجيان يان لمال يان حتى للايني ترسو للايني امن وامانوا بوي خواي جورا سبحانه وتعالى كمالك نموذج من القرآن لبوباس أكاب بديوي خوشي بديوي ناخوشي كاتي كمروف تاقي أكريتوا قارون تاقي كراو بخير بديوي مالو تاكوا بلام شكراني أو نعمتي خواي جوري نكر وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة بلام لخوشي دا طغياني كردو سنوري بزان خواهي قول جل جلاله أفرمي فخسفنا به وبداره الأرض
نتیزەکە خۆی و ئەوەی هەیبوو لە عاردا ڕووچ و نەما. ئەیوب عەلەیهی سەلام بە ناخۆشی نەخۆشی تاقی کراوە، بەڵام سەبری گرت و شوکرانەی خوای کرد. خوای گەورە جەل جەلالوهو ئەفەرمێ: فکشفنا ما به من ضر، ناخۆشیەکەمان لەسەر لادا. یونس عەلەیهی سەلام بە تەنگانە تاقی ئەکرێتەوە، وەکو ئەوە وایە هەر هەموو دنیای لەسەر تەنگ ببیتەوە، ئەوەندە تاقی ئەکرێتەوە. بەڵام خوای گەورەی سوبحانەه و تەعالە لە خۆشیەکان لە یاد نەکردیا. ئێستاش خوای گەورە جەل جەلالوه کاتێک کە ئەفەرمێ فەستەجەبنا لە، بەڵام ئەوەش ئەفەرمێ: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أفرمي أجري يونس بيشيني تاتشي نبا لكاتي خوش يكان دا خوينا ناسبا أبا حتى قيامت با لو تزيق لونا خوش دا ما باوا لبر أوي لخوش يكان خوي ناسي استخوي جور جل جلاله لنا خوش دا بهانا يودي. زكريا عليه السلام كاتي كتاقي أكرتو بنبوني من دال هاواری بر خوای گەورە ئەکا جەل جەلالوه سەبری لەسەر ئەگرێ، بەڵام خوای گەورە جەل جەلالوه ئەفەرمێ: فەستەجەبنا لەه ووهەبنا لەه یەحیا. ئەوانە جۆرەکانی تاقیکردنەوەن کە ئەمن و ئەتوو هەمومان لەوانەیە ڕۆژێک لە ڕۆژان لە بەرامبەری بوەستینەوە، بەڵام بە دروستی و بەڕاستی مامەڵی لەگەر بکرێ. بۆیە کاتێک کە مرۆڤ تاقی ئەکرێتەوە، هەمووی حیکمەتی خوای گەورەی جەل جەلالوه تێدایە بۆ ئەوەی ڕاستیەکان بە دیار بکەوی، ئەبیتە هۆی کەفارەتی گوناهەکان و بەرزبوونەوەی ئەو مرۆڤە لە لای خوای گەورە. کە پێغەمبەرە فەرمێ عەلەیهی سەڵاة و سەلام: ما من مصیبەت یوساب بها المسلم إلا كفر الله إلا كفر بها عنه حتى الشوكه يشاكها. درچێ کە بە ڕێگادا ئەڕوا لە پێی مرۆڤەکە ڕائەچی، إلا خوای گەورە جەل جەلالوه ئەیکات بە کەفارەت لە بۆ گوناهەکان و بەرزکردنەوەی پلە و پایی لە لای خوای گەورە. وخوای گەورە جەل جەلالوه مرۆڤەکان جارێکی تر پوختە ئەکا و پاگژیان ئەکاتەوە، بزانی چێ حەقیقەتی ڕاستی مانای خواناسی و ئیمانداری ئەزانی لەو تاقیکردنەوەدا. بۆیە خوای گەورە جەل جەلالوه ئەفەرمێ: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لبيني دوشتن یان ئەبی مسلمان و نامسلمان، ئەوەی شکرانە ئەکا ئەوەی شکرانە ناکا، ئەوەی سەبر ئەگری ئەوەی سەبر ناکا، تێکەڵبی بەسەر یەکدا جیاواز نەکرێتەوە، یاخود ئەبی مرۆڤەکان غەیب بزانن. بەڵام خوای گەورە جەل جەلالوه لەبینی هەردووچیان بەهۆی تاقیکردنەوەکەوە هەموو ئەو لایەنانەوە لێک جیاواز ئەکاتەوە. بۆیە مرۆڤ ئەو حاڵەتانەی کە دێنە پێشی لە تاقیکردنەوەدا بە بەردەوام استعانە و پشتبەستن و یارمەتی بە خودا بی جەل جەلالوه. کە موسا عەلەیهی سەلام بە بەردەوام نەسیحەتی قەومەکەی خۆی ئەکرد و ئەی پێی ئەفەرمون: قال موسا لقومه استعینوا بالله. بە بەردەوام مرۆڤ پشتبەستن و داوای یارمەتی لە ذاتی ئەڵڵاه بکا جەل جەلالوه، و هەروەها سەبر گرتن و ئارام گرتنی: یا ئەیها الذین ئامەنوا استعینوا بالصبر والصلاة. و هەروەها لەوانەی کە دێتە سەری داوای ئەجر لە خودای گەورە بکا سوبحانەه و تەعالە، کە خوای گەورە ئەفەرمێ: الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ئەو تەسلیم بوونەی مرۆڤ لە بۆ خوا سوبحانەه و تەعالە، خوای گەورە خۆی و بەزیادەوەش پێی ئەداتەوە. بۆیە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاة و سەلام لە فەرموودەیەک پێمان ئەفەرمێ: عجبا لامر المؤمن إن أمره كله له خير. أفرمي السامية لبو إيشي مروفي إيمان دار وبروادار، همو إيشا كان لدنيا دا إلا لنتيزة دا بخير أقرين وسر مروفا إيمان دارك. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. أو بخشش تنها بكسي إيمان دار وبروادار بخشرايا. أفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر فكان خير الله. ئەو کاتەی کە تووشی خۆشی ئەبی، نیعمەتەکان ڕووی تێ ئەکەن، شکرانەی خوا ئەکا. هەم بە زار و بە عەمەل و کردەوە شکرانەی خوا ئەکا، ئەوە ئەبیتە خێر لە بۆی. وئن ئەسابەته ضەراء صبر فكان خيرا له. ئەو کاتەی کە تووشی ناخۆشیش ئەبی، تووشی تاقیکردنەوە و کارەسات و میحنەت دێ، سەبری لەسەر ئەگری و ئینا لله وئینا ئیلەیهی راجعون ئەڵێت، ئەو کاتیش ئەبیتە خێر و چاکە لە بۆی. بۆیە مرۆڤ کاتێک کە لە دنیادا تاقی ئەکرێتەوە، ئەو سودانەی خوای گەورە پێی ئەدا، یەک
او مروف ببردوام مرازعی نفسی خوی بکاتو زاره چتر بو او حالت رویده ابی او مروف چی کرد بی برانبر بخوا و برانبر بخلق و هر وها به دسالاتی مروف با دیار دیخی برانبر دسالاتی خواه جل جلالو که او مروف اوی بی کات زور به دسالات و به هزا برانبر با قوت و هزی خواه سبحانه و تعالی و بمروف علی او نعمتيك لناوي داي لنعمتي امان لنعمتي خوشي لنعمتي مال ومن دال لنعمتي شوين وزي ريزي بقرا او نعمته بردوام بلا سري شكرانه بتي هر مدى طغيان سنوركان ما بزينا او نعمتانا ببستو بشكرانه كدني نعمتي اخوا او من بي عليكاتي كتاخي كدنا وديت السر مروف وهر وهاب مروف علي اويك رو ادا او حقيقتي دنيايا اگر مروف هر چندي بجي هر همو دنياش ايوي بي بلام كاتي كتاق كرنا وكان ديت بيش لواني برگساتي چند لحظات وساتيك نقري كا او بي بلي او حقيقتي دنيايا ناكري مروف لسر او دنياي رويشتيا خوي شرمزاري دنياو قيامت بكات اقول ما تسمعون فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وصل اللهم وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم بوصية الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهد شبابنا، اللهم واهد شبابنا، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ نساءنا وبناتنا وجملهن بالحشمة والحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والأمراض والأسقام والمصائب والفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعامرا بالإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل الأمن والأمان والاستقرار في كردستاننا وبلادنا. اللهم واحفظها من الفتن والبلايا والأمراض والأسقام والمصائب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك وغفرانك وحفظك وبركتك على من أنشأ هذا المكان وعلى أهليهم وعلى من ساهم في إنشاء هذا المكان وعلى من يساهم في إنشاء هذا المكان وعلى من خدم ويخدم هذا المكان ومن يقيم فيه بالصلوات ويعمره بالعبادات. أقم الصلاة، والله يعلم ما تصنعون.